قبل ما تقول لي انت ليه ماسك في رضا عبد العال، بص صعب ان انا اتكلم على الدكتور ممدوح نصر الله لان الراجل بيقدم تحليل انا بحبه جدا، والراجل ده هيفضل دايما مرجعيه دايما ان انا اروح ارجع الراجل ده بيقول ايه. صعب جدا ان انا اعمل برضو نفس الكلام ده على عمرو سوحي، لان الناس بتتكلم ككوره والناس ما عندهاش اي مشكله ان هي تقول ان منتخب مصر فيه وفيه 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 وفيه، انما رضا عبد العال بيقرر ان هو يختار الطريق الاسهل وهو انه يهاجم المدرب وهو انه يطلع المدرب ده كفتاجي، ولو مسكتني انا مكانه الوضع ممكن يتغير. عشان كده بقى انا مصمم امسك رضا عبد العال كل فيديو يطلع فيه يتكلم على منتخب مصر. والله العظيم شمتان في المنتخب، والله شمتان في المنتخب، انت اللحظات دي هي اللي بتاكلك عيش. والله العظيم انت فعلا كده، والله انت فعلا كده، وحلفان يحاسبني على ربنا، انت فعلا كده، وهتطور على كل البرامج وهتقول نفس الجملتين دول، وانا كنت فاهم وانا كنت عارف وانا كنت مسوي. انا اكتر واحد وطني، انا اكتر واحد بحب نفس الاسطوانات المشروخه اللي بتتجاز معايا. مصدقك مصدقك. ايه هي كل الماتشات يا نصاب؟ ايه هي كل الماتشات؟ هو كارلوس كولوش لعب كام ماتش مع منتخب مصر؟ اتنبأ بالمستقبل. لا الهلاوب اللي انت كنت بتلعبه مع طنطا مش كيروش هو اللي بيلعبها مع منتخب مصر. محتاجين بقى نتكلم بالعقل، كيروش لسه ماسك الفرقه وكيروش لسه بيتعرف على اللعيبه، كيروش لسه بيتعلم اللعيبه دي هتلعب ازاي وبيتعلم اللعيبه دي مين اللي هيكمل معاه ومين اللي مش هيكمل معاه، وكيروش البطوله دي بالنسبه له كانت تجربه، تروح تجرب تلعب مع مدارس مختلفه، تلعب مع لبنان، تلعب مع الجزائر، تلعب مع النهارده فرقه محترمه زي منتخب تونس ممكن تتلب فيها في الدور النهائي او في مباراه السد، فانت رايح تتعلم كمدير فني زي كارلوس كيروش لسه ما كملش معاك 3 شهور. بقى بيلعب هول هوب. تطب بقى انت وحظك. اتفرج على جبتون عم رضا. ربنا كان معاك، ربنا وفقك، ربنا وفق اللعيب. طب ما هي الكرة كده عم رضا. ما هي الكرة كده عم رضا. التوفيق وعدم التوفيق ده بيجي من عند ربنا، وربنا اللي بيوفق في عم رضا. ما الكرة انت بص كمل عم رضا كمل. فيعني انت وحظك. جلد ذات. منتخب ما عندوش شخصيه ليه؟ عشان حسام البدري ما كانش بيتجمع لمده سنه، حسام البدري اللي انت كنت بتخاف انك تتكلم عليه، علشان في لعيبه جودتها سيئه، اللعيبه اللي انت بتخاف تتكلم عليها، عشان خاطر جمهور الاهلي وجمهور الزمالك هياخدك يشطفك ويديك على اسداخك، انما انت دلوقتي بتقارن تختار العنصر الاضعف في المنظومه وهو كارلوس كروش راجل برتغالي، خبط فيه براحتك. صعب برضه. عشان انت منتخب حلاوتك يا عم رضا وانت بتحكها جامد كده، بس في فرق ما بين مو وما بين الجوده السيئه اللي عندك في الملعب، فانت دلوقتي انت راجل يعني بص مش عارف اقولها لك ازاي، بس انت بتقارن ما بين محمد صلاح وبتقارن ما بين لعيبه زي احمد رفعت او لعيب زي احمد سيد زيزو او لعيب زي مصطفى فتحي، في فرق كواليتي بين السماء والارض، فانت دلوقتي لما تقول ان العقليه كلها او الفرقه كلها زي محمد صلاح انت كده مش بتهجص، ده انت كده عديت مراحل التهجيص بمراحل. كمل يا عم رضا. عدى المرحله. ما الكلام ده ما بيجيش في يوم وليله، الكلام ده بيجي بصبر امثالك اللي هو مفترض ان هم مؤثرين في الراي العام، ان هم يقولوا للناس في الشارع ويقولوا للناس في التلفزيون ويقولوا للناس على اليوتيوب ان المشكله مش مشكله مدير فني فقط، المشكله مشكله منظومه، المشكله مشكله دوري هش وضعيف ما بيطلعش لعيبه وما بيطلعش ناقص للمنتخب، والمشكله في الدوري والمشكله في جوده اللعيبه حاليا علشان خاطر البنيه التحتيه بتاع الكره المصريه كلها منهاره، عشان خاطر الموضوع في مصر ما بقاش كره قدم اكتر ما هو بقى صبايا في الناشئين وبالنسبه للبراعم، فالموضوع دلوقتي من تحت بايظ ومن فوق بايظ، وانت دلوقتي بتلبس كل البازان ده لمدير فني برتغالي. بس جودة اللعيب التونسي أعلى بمراحل من جودة اللعيب المصري جوه الملعب، يمكن مشكلة منتخب تونس إن هو عنده مدير فني سيء زي منذ الإقبال، إنما جودة لعيبة منتخب تونس في كل الأماكن في الملعب هتلاقي إن هي أعلى بمراحل من جودة اللعيبة في منتخب مصر. جودة كواليتي. زي ما بتتفرج على فيديو ب 144 وفيديو 720. بالظبط كأن فرقة مدارس، وإيه التشكيل اللي أنت لاعب بيه؟ وإيه أحسن فيه؟
حسين فيصل، شوف بيدور دايما على النسخ الاضعف والعناصر الاضعف اللي ما عندهاش جمهور يحميها، شاف كل تشكيله 10 على 10 ومسك في حسين فيصل. اه ما شكلك مرمره، كمل بقى كمل. ما هو ده منطق المتخلفين، منطق ان في ناس دايما هتفضل تلعب منتخب ولاعيبه هتكون قادره تشيل تيشيرت المنتخب اللي هي تلعب اهلي وزمالك، هم دول اللي هيقدروا يشيلوا تيشيرت المنتخب، ده منطق متخلف، انما المنطق الواقعي انك بتقعد تفكر بره الصندوق، صندوق الاهلي والزمالك خد منتخب مصر ولبسه في الحيط اخر 5 6 سنين، فانت دلوقتي لازم تاخد الصندوق ده وترميه وتروح تدور على اي حاجه بره الصندوق، كروش بيدور على بره الصندوق علشان خاطر جه شاف ان منتخب مصر بقاله 5 6 سنين ما عملش اي حاجه بنفس العناصر اللي كانت موجوده، فانت لما تطلب العناصر اللي كانت موجوده ترجع تشارك تاني، ده معناه انك مش بتطالب اي تطوير خالص، انك بتطالب ان نفس الناس اللي كانت موجوده ترجع تلعب عشان ما عندناش غيرهم. طب هم كانوا بيعملوا لك ايه؟ ما كانوش بيعملوا حاجه. طب كان عندهم انجازات؟ لا ما كانش عندهم انجازات. امال انت عايزهم يلعبوا ليه؟ عم برضه عايز كده. ان هم دول اللي بيلعبوا تحت ضغط وما بيلعبوا تحت الكلام الكليشيهات. بص احمد رفعت ما لعبش ليه، مش احمد رفعت ما لعبش ليه، في فرق ما بين التحليل والنقد وانك تحط نفسك مكان المدير الفني. انت دلوقتي لا بتحلل ولا بتنقد، انت حاطط نفسك مكان المدير الفني، وده لا هو تحليل ولا هو نقد فني، ده هو مكان ان انت كان نفسك تكون مكان المدرب، وده مش تحليل ولا له علاقه باي تحليل ولا له علاقه باي نقد. عشان كده دايما بعتبرك ان انت واحد من اكبر الافات اللي موجوده عندنا في الاعلام عمر رضا. يا جامد يا جامد يا جامد، قول كمان قول كمان. اه زي ما كنت بتقول للعيبه بتاعتك كده في نابارو، ان انتوا اعملوا ماتش كويس واطلع سايقكوا عندي في القناه لما كان بيطلع مع خالد غندور في تي ال سي. كمل كمل. عشان قفشه اتجدد الاصابه بتاعته، قفشه اتجدد الاصابه بتاعته وما طلعش قفشه عشان خاطر هو راجل بيكره قفشه كده وبيكره محمد شريف، زي ما انتوا امثالك كنتوا عايزين تبينوا للناس ان الراجل عنده مشكله مع قفشه ومحمد شريف، هو الراجل جاي كارههم لله، اللي هو يا عمي اقعد احكم على المدرب بالعقل، ده لما انت عايزه يقدم لك كوره وعايزه يقدم لك 1 2 3 استنى واصبر عليه، انما انت طول ما انت واقف فوق دماغه مش هعمل اي حاجه. وانا قلت الكلام ده بس لما انت هتقوله انا مش متفق معاك. ده انت بالعكس، لا احمد رفعت هو هيبقى عنده الدافع ان يبقى كويس. طب ولو احمد رفعت نزل كان هل كان ممكن يفرق مع منتخب مصر؟ ما اعتقدش بصراحه، لان احمد رفعت برضه زي الجوده اللي موجوده جوه الملعب. بالعكس ده الجوده اللي انت بتتكلم عليها، ان في لعيبه اهلي وزمالك جوه الملعب، يعني في لعيبه اهلي وزمالك كانوا جوه الملعب، فدول اللي كان مفترض يشيلوا تيشيرت، فانت لما تنزل لعيب زي احمد رفعت بعيد عن الاهلي وزمالك ازاي يا كابتن رضا؟ ده مش الماتشات بتاعته ولا اشمعنى؟ في خيار هنا وفقوس هنا. دي بعيد عنك وجهات نظر المدير الفني، المدير الفني لما بيغلط بتحاسب عليها وبيحاسب عليها اتحاد الكوره، مش بيحاسب عليها الهبلين امثالك. يا عمي عشان الناس بس بتقول لك ايه عمال يجرب، لا اول رانا الهجومي ما فيش حد ينفع احمد فتحي والباقي كله ده كلام شخص لا يصلح ان هو يكون مدير فني، لا مش لا يصلح ان هو يكون ناقد رياضي، ده لا يصلح ان هو يكون مدير فني، الحاجه اللي هو دايما بيكون فخور بيها ان انا مدير فني اعلى من كل الموجودين، لا الكلام اللي انت بتقوله ده انت مش بتهبط لعيبه، ده انت بتدمرهم وبتخليهم ينسوا فكره ان هم انضموا المنتخب ده لو انت مدير فني، انما عشان انت مش مدير فني وعشان انت كل تجربتك في التدريب فاشله فانت بتحكم بالمعايير دي، معايير اللي هو ايه دول؟ ايه دول؟ طب ما انت طارق ما كانش بيعجبك، طارق حامد ما كانش بيعجبك وتشوف ان هو هلهلي، دلوقتي بقت لعيبه الاهلي والزمالك جامدين. كل شغل نظري. مسؤوليتك ايه يا عم رضا؟ ما انت على الله. مش محمد عبد المنعم ده تقريبا كان من ناشئين الاهلي؟ خالد بوسه. ده كله متشتم ومؤنث ناشئين. احنا مش هنقف كتير بقى، خليه يهبد وخلاص هيطير مننا. بدائل او يكون يعني يبقى انت عندك كوادر تيمة بقى انما بعد كده لحسين فيصل مع احترامي، اسامه فيصل مع احترامي. هل لو اسامه فيصل كان في نادي الزمالك كان يقدر يقول نفس الكلام ده؟ بصراحه ما اعتقدش. فرصة تمرقوا جدكم وتعرفتوا وتلمعتوا خلاص، انما المنتخب ده عايز لعيبه معينه.
واثق ان لو رضا عبد العال كان موجود في زمن حسني عبد ربه ومحمد حمص كان هيرفض ان حسني عبد ربه ومحمد حمص ينضموا لمنتخب مصر عشان خاطر دول بره الاهلي والزمالك، ودول مش اللعيبه المعينه اللي ينفعوا يكونوا موجودين في تشكيله حسن شحاته. قسما بالله يا جماعه لو كان في سوشيال ميديا وكان في امثال رضا عبد العال في منتخب حسن شحاته ولا عمرنا كنا ناخد 3 افريقيا ابدا. على فكرة انت لو تعرف حاجة، بس احنا بنلعب ضد منتخب مصنف، منتخب عنده مشاكل في المدير الفني، بس انت بتلعب ضد منتخب مصنف، انت بتلعب في منتخب برضه هرجع اعيد لك وازيد لك تاني، انت بتلعب قدام فرقة الجودة بتاعتها اعلى منك بمراحل، فانت مش حاطط حساب الحوار ده، انت لسه عايش في جو الخمسينات والستينات اللي هو المصري اجمد حاجة في كل حاجة، فلازم احنا نخش نعمل نساو. كمل. منتخب تونس كان راح على مرمى محمد الشناوي امتى؟ معنى كده انك عامل جيم دفاعي محترم، بس طبعا انت ما عندكش حاجه اسمها جيم دفاعي وجيم هجوم، انت عندك حاجه اسمها اللي كله ينزل يمتع نفسه. موقع التزايد 18 احنا وبعد كده الهجمه الثانيه اللي هي العشوائيه اللي هي زيزو عملها بالعرض، وطبعا المعلم مروان حمدي ما اعرفش اتحسب اوفسايد ولا احنا اوفسايد مش عارف احط الكوره بصراحه حقك، والواد عمل كوره عاديه بصراحه. ده فكره منتخب مصر يا جدعان. طب هو في مين غيره؟ وفي مين غيره؟ محمد شريف فروت يا ابن الحلال، محمد شريف الراجل مش فروت، بس بيحاول ان هو يقدم الادوار بتاع المهاجم، والراجل بصراحه بيقدمها كويس، بس ده لا يعني انك تكون محمد شريف هو مهاجم منتخب مصر الاساسي. تنمر ايه؟ عم انت طول الارض عمال اتنمر عليك يا عم رضا، هتطلع انت تتنمر على مروان؟ لا 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 فني ايه؟ لا لا فني انت حاسب الهبد اللي انت بتقوله ده؟ فني مين يا اسطى؟ فني مين؟ ما تبطل ام كده، فني ايه؟ ازاي ده فني؟ لا يصلح ان يلعب منتخب مصر. بناء على بقى فني بقى لا يصلح بناء على ايه؟ ضئيلة جدا وضعيفة جدا ولا يصلح يلعب. بقى طبعا بقى عشان احنا واخدين منهم الصيت والترند، فيجي يقول لك ايه؟ لا اصل يتنمر. منهم الصيت والترند خبيث برضه. وربنا ما حد دمر ام البلد دي غير كل الناس اللي بتقول انا وطني ووطني ما اكتر من اي حد. هنتحبس، الله يخرب بيتك، هنتحبس بسبب ام الفيديوهات. يا ابن الهجاصه، يا ابن الهجاصه، انت ما فيش مش كده مصالح وتطلع عشان تبقى الدنيا وقريب بقى ومش عارف ايه تقريبا بيتكلم عن احمد الخضري والقناه بتاع اهلاوي وزملكاوي تقريبا كده، تقريبا بيتكلم عنه. يا راجل علينا النعم احنا زهقنا منك ومنهم ومن سيف زاهر ومن كل ومن احمد شوبير ومن خالد غندور ومن كل الفئه الواطيه اللي بتقول على نفسها اعلام رياضي واللي بتقول على نفسها نقاد رياضيين، مفيش اي حد دمر الكره المصريه غيركم انتوا ومصالحكم وفسادكم والعلاقات اللي انتوا عايزين تعملوها عشان خاطر تشتغلوا في التدريب او تشتغلوا في الاعلام او تشتغلوا في الصحافه، مفيش اي حاجه دمرت ام الكره في البلد دي غيركم انتوا. وبصراحه تحديات الكره اللي بتيجي بقى لها 5 6 7 سنين عشان انت لا عشان انت مسرح مصر بصراحه يا عم رضا، انت راجل بتقدم محتوى كوميدي واحنا في الوضع السيء ده بندور على المحتوى الكوميدي. لا بعرف ادلس ولا نافق ولا تحضر ولا احنا كنا في ظلمات ولا كنا مش عارف ايه. ها مش وقت اعلان خالص بصراحه، يعني مش وقت اعلان. والله العظيم لو حسن شحاته كان لسه بيدرب لحد دلوقتي كان زمانه بيقطع فيه. قالوا ان حسن شحاته مبطل تدريب، وقالوا ان الموضوع ده ما كانش حضره رضا عبد العال لما كان بيهبط في الكوره كان الموضوع اتغير تماما. اعلى ماتشات ما شفناهاش ولا هنشوفها، ورغم كده كنتوا بتحاربوه في السر. ها؟ عشان ان هو لا انت بتتدخل ولا بتجيب ابنك ولا بتجيب صاحبك ولا بتجيب قريبك. كان قايس عليهم بالاداء. طب استنى عشان انت دخلت في الموضوع ده. طب بناء على الكلام اللي انت بتقوله ده مش خالص كروش منظوم في ظل المنظومه الفاسده دي؟ ما
معلش ما انت عامل فيديو بتاعك كاتب منك لله كروش، ولما دخلت جوه الفيديو طلعت انك بتتكلم على النقاد وبتتكلم على الصحفيين والرياضيين وبتتكلم على مقدمين البرامج اللي هم مدلسين وبيجيبوا ابنهم وكذا وكذا. مش كارلوس كروش منظوم في ظل المنظومه من الف سي ميلا دي، ولا انت بتلبسه كله ليه؟ كمل. بص يا عم رضا، انا الصراحه احترم الارجوز لما بيقول كلمه حق، انا احترمتك جدا اول مره في حياتي احترمك على كلمه حق. فاهم؟ يلا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. علاء بيخبط في سيف زيال، بيخبط في سيف زيال، بيخبط في خالد غندور. انجز تتكلم في الكوره اللي قفل الفيديو عشان ما تحبسش انا وانت. عم رضا بيقول لهم دلوقتي خدوني معاكم احسن لك ايه. انا ملاحظ في كلامك عم رضا انك نفسك تقول لهم خدوني معاكم، نفسك تقول لهم ادوني في فيلاتكم وعماراتكم اللي انتوا واخدينها في دبي اللي واخدينها مني. ده حد ده عم رضا ده حد ده والله. انت عايز تقوم من الجيل الجديد؟ ده انت بتفيص يا عم رضا. جيل جديد يا عم رضا، ما توحد الله في قلبك يا عم رضا. وفي الاخر ترجع تقول ان انا مش شمتان في منتخب مصر؟ يعني ده الحمد لله يا رب دايما بتنصرنا عليه، وترجع تقول ان انا مش شمتان في منتخب مصر وانا زعلان ومحروق على منتخب مصر؟ اصدقك انا ازاي؟ بس انا كده كده ما بصدقكش، هو يعني الله يكون في عون الناس اللي مصدقك والناس اللي ماشيه وراك دي، بس عادي. انت ما بتحللش يا عم رضا، انت ما بتحللش، انت لا محلل ولا ناقد ولا مدرب. مين مغفل ممكن يروح يدفع فلوس علشان يخش معهد التحليل الفني الصح بتاع رضا عبد العال؟ معهد التحليل الفني الصح. الحمد لله ان الواحد ساعات بيمسك نفسه عشان خاطر ممكن نقلبها زي ال 18 هنا. التحليل الفني صح. رضا عبد العال معهد التحليل الفني صح. رضا عبد العال معهد التحليل الفني صح. انا عايز اخلص الفيديو عشان الفيديو طول مني، بس انا مش قادر استوعب الصدمه دي. رضا عبد العال عايز يفتح معهد ويسميه معهد التحليل الفني الصح. حارس ورمان بستنيلا ده احنا رضا عبد العال واحد بس مش عارفين نتعامل معاه. هيروح يعمل لنا معهد او حارس ورمان؟ قيادة رضا اللي عايز يجي ببلاش عشان برضه تمسكوه، اللي عايز يجي تعالى وافتح المعهد انا معاك. قاعدة ده توك توك يا معلم، ده توك توك. افتكر كلوش، افتكر كلوش. هو كلوش اللي هيرجع ولا اللعيبه اللي هترجع من النصابة اللي عايز تفتح معاك؟ مش هعمل فيديوهات على الرغم انت، مش هعمل فيديوهات على رضا عبد العال تاني. انا خلاص انا جبت اخري من الراجل ده قسما بالله، وجبت اخري من الكوره في مصر. لما رضا عبد العال يروح يعمل لنا معهد تحليل فني، لا 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 لا، ده مش متحملين رضا عبد العال واحد، لا كفايه لحد كده 20 دقيقه على رضا عبد العال. اكتر فيديو عندي في القناه، اطول فيديو يبقى عن رضا عبد العال. اخ بس بصراحه حرام يعني، حرام بعد كل وجع البطن ده ان انا ما ارفعش الفيديو. بصراحه حرام يعني، جاب مشاهدات بقى ما جابش، ايه اللي يقول لك يحك واللي يشتم واللي يكمل واللي يتفرج على دقيقه ويطلع؟ براحتكم يا جماعه. يا نهار اسود.